من جديد في الليلة نجيب غلاب وهاني مسهور. خلونا بس نشوف في تقرير سواء أحمد عبد الكريم أيضا يرصد أبرز أحداث هذا الأسبوع. التقرير علي. أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أن الوضع في عدن مستقر، حيث التزمت الأطراف كافة بالبيان الصادر من قيادة التحالف، وعادت الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مع استئناف نشاط جميع المؤسسات الحكومية والبنوك والعملية التعليمية في المدارس والجامعات، وذلك بعد توقف دام أسبوعا جراء الاشتباكات الدامية التي شهدتها المدينة. من جانب آخر، حققت قوات الجيش اليمني بإسناد من طيران التحالف العربي تقدما ميدانيا جديدا بتحرير عدد من المواقع غرب وشمال مدينة تعز. هذا وشنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال الساعات الماضية نحو 50 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظات صعدة والحديدة وتعز، أسفرت عن قتلى وجرحى وتدمير آليات ومخازن أسلحة للميليشيات.